من هنا من اللحظة دي لغاية يوم 27 لا حديث ولا كلام ولا شيء بيشغل قلوب وعقول جماهير النادي الأهلي سوى النجمة التاسعة. قلت لحضراتكم انه يمكن تكون اكتر كلمة جمهور النادي الأهلي بيرددها واكتر كلمة بيسمعها نجوم النادي الأهلي في الفترة الحالية هي التاسعة يا كابتن. ان شاء الله باذن الله عندنا فتره، يعني في ناس كثيره جدا اتضايقت انه المباراه النهائيه اتاجلت من يوم 6 ليوم 27، ولكن ان شاء الله باذن الله يكون خير، فرصه فيها كثير من الايجابيات. فرحنا بالدوري وباركنا على الدوري، وان شاء الله باذن الله نختم سيزن طويل جدا بالتوفيق والنجاح في بطوله افريقيا. اسمحوا لي ارحب بكابتن احمد فوزي اللي كان ضيفي في فتره مش بعيده في السادسه، وكلمنا عن مشوار الاهلي في فتره يمكن الجمهور ما كانش راضي قوي على مستوى اداء اللاعبين. اعتقد ان الصوره اختلفت بنسبه 180 درجه. خلينا نسمع رايه، بس قبل ما نخش في تفاصيل نبارك له على الفوز ببطوله الدوري. مبروك يا كابتن احمد. الله يبارك فيك ومبروك لجمهور النادي الاهلي. الاصل واللي يستحق البطوله. يعني حاجه قبل ما اخش في اي كلام، من سنه 90 اول ما الاحتراف دخل مصر كل حاجه في مصر اتغيرت الا جمهور النادي الاهلي هو اللي ساب. فعلا جمهور النادي الاهلي هو الدافع، هو المحرك الاساسي للعيبه النادي الاهلي، وعن طريقه بياخدوا روحهم وقلبهم. عشان كده تحيه للجمهور الاول، وبعد كده مجلس الاداره اللي ساعد بشكل كبير في تكوين الفرقه دي، ووقف مع النادي الاهلي في تغيير المدرب مستر فالير وجاب مستر موسيماني. تحيه للاداره متمثله في كابتن سيد وكل معاونيه، وتحيه في الاخر للاعبين اللي بذلوا اقصى ما في وسعهم. تحيه لمؤمن زكريا، ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه ان شاء الله. طبعا هتكلم معاك.